أبو الدرداء يقول: في ليلة من الليالي رأيت علي بن أبي طالب وهو يمشي، قلت في ظلام الليل وين قاعد يمشي علي بن أبي طالب؟ فصار بناي اتبع الإمام، اجيت خلف الإمام اتوسط نخيل المدينة، فلما لم يرى أحدا عاين يمنى يسرى، فلما لم يجد أحدا رمق السماء بطرفه، ثم صف قدميه لله وصلى ركعتين، ثم أخذ يقول في مناجاته: آه آه من نار نزاعة للشوى، آه آه من نار تحرق الأكباد والكلى، آه آه من سيئة في الصحف أنا ناسيها وأنت محصيها، فتقول خذوه فيا له من مأخوذ لا تنجيه عشيرته ولا تنفعه قبيلته. ثم صار يجهش بالبكاء إلى أن خر على وجه الأرض. يقول أبو الدرداء: جئت مسرع حركت علي بن أبي طالب وإذا به كالخشبة اليابسة، قلت لقد مات علي بن أبي طالب. جئت مسرع إلى بيت فاطمة، طرقت الباب خرجت بأبي وأمي، قلت لها: سيدة النساء عظم الله لك الأجر، فلقد مات علي بن أبي طالب. قالت لي: ما هي أبا الدرداء؟ صف لي حاله. ذكرت لها حال علي بن أبي طالب، قالت: لا يا أبا الدرداء، لا يا أبا الدرداء، هي الغشية، هي الغشية التي تعتري علي بن أبي طالب كل ليلة من خوف الله تبارك وتعالى.